استاذ محمد من الشرقيه. السلام عليكم يا شيخ مبروك. الشيخ وعليكم محمد السلام. فاضل عبد الرحمن عمر من قريه ابو شميس مركز ومدينه الحسينيه محافظه الشرقيه، اهديك تحيات كل اهلي وجيراني. طريق جزيره، طريق جزيره النص. لا احنا طريق الحسينيه جزيره النص دي فقوس يا معالي فضيله الشيخ، بس توصل منها للحسينيه النص ساعه بكون على الترعه. على الترعه تاخد يمين تبقى في الحسينيه. على الترعه مظبوط، ترعه الترعه. طب امال ايه بس من اول العلمين من فاجوس؟ من فاجوس الله يديك الصحه والعافيه. يا تكمل فاجوس وتاخد شمال على الحسينيه. اه الله يبارك لك. يلا قول يا محمد، قول يا محمد. لا الله يبارك لك، ده احنا زرنا النبي لو تزورنا وادعيك على الهوا تزورنا والله. الله يكرمك يا رب، الله يخليك. دلوقتي يا شيخ مبروك عاوز اقول لك على حاجه. انا راجل والدي الحاج فاضل راجل مسن كبير خالص. طيب. وكان عنده عمليه استسقاء المخ. ايوه. فطبعا الدكاتره في جامعه الزقازيق قالوا بلاش تعمل له عمليه عشان كبر سنه. طيب. بس اصبح دلوقتي ممكن يطلع في الشارع يلاقي الشيخ مبروك معدي يقول الشيخ مبروك كان عاوز يضربني ويخطفني. ايوه. يلاقي مثلا فلان معدي يقول لك فلان ضربني وخطفني. فمش انت عارف اعمل ايه؟ اقول لك ما ينفعش. انا اقول لك والله العظيم. بس ما تكفلش عشان عاوز اكمل لك برضه. والله انا هقول لك وكمل براحتك عادي جدا. بس انا فانا عاوز انا هقول لك بس هقول لك. وتدخله انت يعني ربنا هو وغيره يا رب من كل مبتلى ومكروب ومريض ربنا يعافي الجميع. اسمعني يا محمد. وبقول دايما يا رب يا رب ارحمني يا رب ارحمني. هتسمعني ولا لا؟ بص يا محمد، نقطتين. النقطة الأولى، الدكاترة اللي قالوا لك ما تعملش لأبوك العملية ثقات ومحترمين ولا مش عايزين يغرموك والعملية كانت تنفع لوالدك؟ دي أول نقطة. دي أول نقطة. تاني نقطة، اوعى تتخيل أو أنا أو ابني إن مطلوب من كل أب وأم يلتزم على الصراط المستقيم وأنا قاعد جوه على الانتريه حاطط رجل على رجل. ابويا ما بيشتمش حد، ابويا ما بيغلطش في حد، ابويا ما بياخدش فلوس من حد. لا، ده ابويا في عهدتي كما كنت في عهدته ايام صبايا. سلف ودين يا حبيبي. شوف كان بيجري وراك في الشارع عشان هتضرب عيل، تضرب عيل ابوه هيجي يضرب امك. بيجري وراك عشان مفيش عربية تخبطك، انت اجري وراه وحوشه وانت بتدخله بوسه. ده جهاد، ده جهاد، ده الدين. مات الزوجة والراجل كان كبير. شوف التابعين عملوا ايه وتأسى بسين واحدة. لو ابوهم بعد وفاة مراته كبير في السن وبيطلع الشارع بلبوص والجيران الحقوا ابوكوا، يقول معلش راجل كبير يا ابويا. وبعدين اتجمعوا العيال، شوف اللي عايزين ربنا وعايزين الجنة وعايزين ربنا يبلغهم رمضان. بلغنا رمضان، بلغنا رمضان. عشان ايه؟ عشان نبقى حلوين، عشان نبقى حلوين. فالعيال اتجمعوا، كان وقت زمان الزمن جواري، كان في جواري في السوق، دلوقتي اتمنعت مفيش نيله. راحوا اشتروا له جاريه، اشتروا لابوهم جاريه وفهموها وظيفتك الاولى والاخيره تقعدي تلعبي ابونا. فقعدت الجاريه مع الراجل وجابت له لعب وشخاليل تعمل له كده، يقول خلاص عقله راح والعباده اترفعت من عليه وبيقضيها ايام عشان ربنا يكرمك بيه ودخلك بيه جناته. عايز ايه؟ انت عايز تقعد في الانتريه؟ ابوك جوه، انت عايزه جوه لغايه لما يجي الاجل. مش انت بالذات، الاغلبيه عايز اللي جوه ده ربنا يتوفاه ونخلص منه ونقلعه هدوم عشان مش هتبقى ملكه.